خالد سعود قريبه يعلن افلاسه. ايه كلمنا حمود اللي زوجها حق فرح، ومسكين خالد سعود ما يدري ان البلاوي كلها من حمود، هو اساس البلاء. شلون صار هذا؟ حمود حول كل الفلوس برا الديره. انا ما راح اسمح حق ولد حمود انه ينتصر، ولا اسمح لنفسي ان اكرر الغلطه القديمه مره ثانيه. لا، كل هالبلاوي هذه انا ادري من وراها، وهو راس الحيه ابو حمود، هو ورا البلاوي هذه كلها. تدري ان بيجي يوم ويخدعون اخوي سعود. لا تشيل هم الموضوع، خلى علي خالي. خير، ايش عندكم؟ جايين تشمتون؟ لا خالي، احنا جايين عشان نوضح لك الامور. انت اللي تعرف ان انا رفيج حمود، بس حمود هو اللي باكك وهو اللي خطط حق كل شيء. وعلى اي اساس تتهم حمود؟ الاوراق هذه تثبت لك ان كلامي عدل. حمود ما يدري ان انا ولد صالح، اقصد ان صالح اللي مربيني. إذا مو مصدق هالأوراق ترى عندي تسجيلات بتليفون يعترف فيها بكل شيء. فيصل مو بروحه، حمود هو أساس البلا. بس شلون؟ أنا زوجت بنتي وهي الحين مسافرة معاه؟ كل شيء باسم حمود، هو حول الفلوس كلها برا. حمود أسس مصنع بنفس اسم مصنعك، اللهم غير حرف واحد، وأنت تتوقع ما تدري عن شيء. يعني حمود باق حلالي واخذ بنتي رهينة؟ ما على الخال، طول بالك، كل شيء ينحل ان شاء الله. سواها الخبيث، سواها ولو ذراعي، لو ذراعي. ما عليه خالي، ما عليه، طول بالك. خالي شوف، تفضل، هذه الاوراق فيها كل الالتزامات اللي عليك بالبنوك، وخالي صالح اليوم دفعهم عنك، ماكو الا العافية، ان شاء الله تقدر تبتدي من جديد. أخوي صالح، يعني أخوي صالح فكني من السجن،